الأخبار من الراي. أقسم بالله أني أعلم يقينا أن مو 10,000 دينار اللي طلعتني أصواتكم وإرادتكم. إطلاق سراح البراك بكفالة 10,000 دينار عقب يوم من قرار النيابة حبس النائب السابق 10 أيام على ذمة التحقيق. الداخلية تؤكد اندساس عناصر في المظاهرات وتحذر مجددا من تنظيم المسيرات وتشكك بادعاءات بعض التغريدات. ها هي الاجتماعات العامة تمنع مثلما حدث في اجتماع قاطع في شارع الصحافة. ندعو إلى التوصل إلى رأي حكيم. الأغلبية ونهج وقوى في الحراك تدعو إلى نزع فتيل الأزمة وتؤكد التمسك بالاحتجاج السلمي وترفض رد الفعل السلبي. الكويت تمر الآن في عاصفة ونحتاج جميعا أن نتكاتف. أحسنتم على المقاطعة. تنمية الشباب. باب الترشح يقفل على 9 ثاني أيام التسجيل وسط قراءات مختلفة لصورة المرحلة المقبلة بناء على هوية المرشحين. نشرة الأخبار من الراي، أهلا بكم. بكفالة مالية قدرها 10,000 دينار كويتي قرر المكتب الفني بالمحكمة الكلية إخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك، وذلك بعد أن تقدم المحامي عبد الرحمن البراك نيابة عن فريق الدفاع بتظلم للمحكمة المختصة على قرار النيابة العامة بحبس البراك لمدة 10 أيام. وكانت النيابة العامة قد قررت أمس حبس البراك على ذمة التحقيق ونقله إلى السجن المركزي، فيما وجهت إليه تهم مس الذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة والطعن بصلاحيات الأمير. طلعتني النيابة العامة بكفالة 10,000 دينار، لكن أقسم بالله العظيم، أقسم بالله أني أعلم يقينا أنه مو 10,000 دينار اللي طلعتني أصواتكم. أصبح عندي إيمان قطعي أن الدستور بإذن الله ما راح نخاف عليه. نعم، ما ننخاف عليه، وأنتم بعد الله اللي وراه. هي رسالة، وأعيد وأكرر آخر كلمة قلتها آخر كلمة قلتها في بيت شعر بعد أن تم إلقاء القبض علي من أمن الدولة. عيب على اللي يتقي عقب ما بان، وعيب طمان الراس عقب ارتفاعه. ومن ديوان البراك دعا النائب السابق جمعان الحربش إلى مصالحة وطنية وإسقاط جميع التهم عن النواب والمواطنين والمغردين. البدء بمصالحة وطنية وإسقاط القضايا عن الشباب والمغردين والنواب الإصلاحيين. بأي حق وبأي ميزان تحفظ قضايا أصحاب الإذاعات ويترك النواب الإصلاحيين والشباب، شباب الحراك الوطني السليم السلمي اللي قدموا الكثير يتابعون؟ هذه قاعدة أساسية لأي مصالحة وطنية قادمة، حتى ما نخرج من أزمة وندخل في أزمة أخرى. وزارة الداخلية بدورها وعقب ليلة طويلة من التظاهر والاعتصام احتجاجا على قرار حبس النائب السابق مسلم البراك، أكدت ضبطها عناصر مندسة في المسيرات تعمدت الشروع في القتل عن طريق الدهس وإصابة عدد من رجال الأمن، مشيرة إلى وجود مخطط خطير لشحن وتحريض الشباب على العنف
والشغب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإغلاق الطرق والشوارع والتقاطعات وتعطيل المصالح. وقالت الوزارة إنها سوف تجابه بكل حزم وشدة أي مسيرات قادمة يطمح المحرضون إلى تنظيمها، وكذلك التجمعات التي تقام خارج ساحة الإرادة. وأوضحت في بيان لها أن الوضع داخل السجون هادئ، مؤكدة أن ادعاءات بعض المغردين عن شغب واعتصامات وإضرابات النزلاء كذب وتضليل متعمد، كما أعلنت تمكن رجال المباحث الفروانية من ضبط المتهم بالشروع في القتل عن طريق الدهس لعدد من رجال القوات الخاصة. خلال اجتماع مشترك لكتلة الغالبية البرلمانية السابقة وتجمع نهج وقوى سياسية أخرى، جرى التأكيد على التمسك بخيار الاحتجاج السلمي ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، مع الدعوة إلى نزع فتيل الأزمة. ها هي الاجتماعات العامة تمنع، مثلما حدث في اجتماع قاطع في شارع الصحافة، وها هي الاحتجاجات السلمية العفوية التلقائية من دون ترتيب مسبق من أحد للمواطنين في صباح الناصر والفردوس والصباحية وغيرها، تتعرض للقمع الهمجي الغادر وللحصار الأمني وانتهاك حرمات المنازل، وها هي عناصر القوات الخاصة من المقنعين تروع الأهالي الآمنين فتوجه القذائف الدخانية نحو مناطقهم السكنية وتلقي الغنابل الغازية المسيلة للدموع بين البيوت وعلى الديوانيات. ندعو إلى التوصل إلى رأي حكيم وإلى حل حكيم ينزع فتيل هذه الأزمة مهما كانوا ما اختلفنا. نحن لا نريد أن تضيع البلد بهذه الصورة، ولا نريد أن تصل يعني هذه البلد إلى هذه الفوضى التي لا نعلم يعني نهايتها. لذلك ندعو إلى صوت العقل والحكمة، وأن يرجع أصحاب القرار إلى نزع فتيل الأزمة يعني كل حكمة وبكل روية. 9 مرشحين فقط تقدموا بأوراقهم إلى إدارة شؤون الانتخابات في اليوم 2 من فتح باب الترشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، ليصل بذلك إجمالي عدد المرشحين إلى 37 مرشحا بينهم امرأة واحدة. وفيما تباينت آراء المرشحين واختلفت برامجهم الانتخابية، تسيد الحديث عن الأزمة السياسية وأهمية ملف الوحدة الوطنية. تصريحات المرشحين الذين شددوا على ضرورة الالتزام بالقوانين ومراعاة الصالح العام وعدم الطعن بوحدة الكويت. نحتاج أن تتوفر فيها فروسية الاختلاف، وأن نقبل الآراء مهما كانت حادة ومتنوعة وغريبة، لكن أن يكون سقف الدستور والقانون وفقط. أنا أقول الكويت تمر الآن في عاصفة، ونحتاج جميعا أن نتكاتف لإيصالها لبر الأمان، متمنيا أن تكون هذه الانتخابات انتخابات حرة نزيهة قانونية يتنافس فيها الكويتيون بكل مشاربهم. وأدعو جميع الكويتيين لممارسة حقوقهم الدستورية التي منحها لهم دستور 62 في المشاركة والتفاعل. الكويت اليوم متجهة بقطارها إلى التنمية وإلى المساواة وإلى رفع دولة الكويت بين دول الخليج ودول العالم. نعم، وأنا أقول للمقاطعين أحسنتم على المقاطعة، لأن مقاطعتكم هي النهضة لدولة الكويت واستمرار الشموخ والازدهار. أول شيء نهتم بأي شيء هم المواطن، نبي راحة المواطن، نهتم بالعلاج بالخارج والأسكان والصحة والأمور هذه.
وفي شغلة جديدة ما حد طرحها قبلي لأني أنا مريت فيها التجربة هذه، اللي هي الزواج من الخارج. في عندنا الشباب يعانون في لجنة حاطينها للزواج من الخارج، يعرقلون الطلبات، ما أدري هل هي عندها قانون ملتزمة فيه أو على مزاجية، وأنا أعتقد أنها على مزاجية. تنمية الشباب، وجود وظيفة حق الشباب، عدم التسكع بالشوارع، زين، والمحافظة على بلدنا، ترى ما عندنا غيرها، هاي ديرتنا، زين، ديرتنا غصب عنا، أنت ولا غيرك، رضيت ولا ما يرضى غيرك. مجلس الوزراء حسم الخلاف حول مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد بين لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، وذلك بالترسية على أقل سعر فيما تعمل وزارة الأشغال وفق ما أكد الوزير فاضل صفر على تجهيز المستندات لتوقيعها قريبا، وخلال جولة تفقدية لصفر على بعض مشاريع الأشغال شدد الوزير على التزام الوزارة بإنهاء المشاريع التي تنفذها في الوقت المحدد، موضحا أهمية هذه المشاريع في الوصول إلى التنمية المنشودة وتحقيق نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية، كما نوه الوزير إلى التصميم الراقي الذي يميز بعض هذه المشاريع. قمنا بجولة الصباح هذا اليوم في عدة مواقع ومشاريع تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال العامة، منها مشاريع تتعلق في محافظات أمن لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وهذه طبعا مشاريع سوف يتم استخدامهم من قبل الإخوان في وزارة الداخلية، وكذلك مشروع لمبنى المواصلات في منطقة جنوب الصباحية تابع لوزارة المواصلات، وكذلك مشروع لوزارة التربية، والموقع اللي احنا فيه حاليا مشروع ديوان وزارة التربية، مشروع كبير وضخم راح يضم كل الإدارات التابعة لوزارة التربية، الإدارات الرئيسية، ويقع هذا المشروع في منطقة جنوب السرة في منطقة الإدارية ومنطقة الحكومات ووزارات الدولة، والمشروع عبارة عن يعني كأن سفينتين منفصلتين وبينهم بهو كبير اللي احنا واقفين فيه الآن. إلى المملكة العربية السعودية، حيث قتل 22 شخصا إثر اصطدام شاحنة صهريج تحمل وقودا بجسر علوي في الرياض، مما أدى إلى انفجار أسفر عن انهيار مبنى صناعي، فيما أصيب أكثر من 100 شخص جراء الحادث. ووقع حادث حريق ناقلة الغاز على طريق خريص شرقي الرياض بعد أن ارتطمت بإحدى الجسور الممتدة على الطريق إثر مصادفتها حادث مروري على خط سيرها، أدى إلى حدوث تسرب للغاز انتقل إلى إحدى معارض المعدات والسيارات المجاورة للموقع، مما نتج عنه حوادث مرورية تسببت في وقوع عدد من الوفيات. وبعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عبر فيها عن خالص وصادق تعازيه بالضحايا، كما بعث كل من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين. نشرة الرأي متواصلة وفيها بعد الفاصل: ضغوطات بيعية إزاء التطورات السياسية تكبد بورصة الكويت مزيدا من الخسائر. أهلا بكم من جديد، ونبدأ مع النشرة الاقتصادية. مؤشر كويت 15 أغلق نهاية تداولات آخر جلسات الأسبوع منخفضا بنحو 5 نقاط ليبلغ مستوى 974 نقطة ونصف النقطة. وعزى محللون ماليون تراجعات الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية إلى الضغوطات البيعية نتيجة التطورات السياسية المحلية، ما كبد المؤشرات الرئيسية مزيدا من الخسائر جراء عمليات البيع العشوائية من جانب المتداولين،
كما رأى المحللون أن سيطرة المشهد السياسي على مجريات حركة التداولات ساهمت كثيرا في زيادة حالات عمليات جني الأرباح المعتادة مع الإغلاقات الأسبوعية. بلدية الكويت أكدت على مرتادي البر ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المتعلقة بإقامة المخيمات الربيعية، وذلك مع بدء موسم التخييم اليوم في الأول من نوفمبر والذي يستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل. وأوضحت البلدية أن المجلس البلدي حدد تلك الضوابط والاشتراطات متضمنة أيضا عددا من الاشتراطات الخاصة بإقامة المخيمات الربيعية لحماية البيئة والحفاظ عليها، والمتمثلة بالالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إصابات متفاوتة لأعضاء منتخب السباحة جراء حادث سير في اليونان. أهلا بكم من جديد ومع النشرة الرياضية. بناء على توجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تقوم السفارة الكويتية في أثينا بالمتابعة الفورية والمباشرة للحالة الصحية لأعضاء منتخب السباحة الذي تعرض لحادث سير في اليونان. وأعلن السفير الكويتي لدى اليونان رائد عبد الله الرفاعي أن الوضع الصحي لوفد منتخب السباحة مطمئن ولا يدعو للقلق. وكان الاتحاد الكويتي للسباحة قد أعلن أن وفد المنتخب الذي يقيم معسكرا تدريبيا في اليونان تعرض لحادث سير أسفر عن إصابة عدد من اللاعبين ومدرب المنتخب بإصابات متفاوتة وغير خطيرة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات اليونانية لتلقي العلاج المناسب. باشر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الكويت تدريباته واستعداداته في مدينة أربيل لمواجهة فريق نادي أربيل العراقي في المباراة النهائية من كأس الاتحاد الأسيوي المقررة السبت المقبل. وكان الأبيض قد توجه إلى أربيل عصر أمس برئاسة رئيس نادي الكويت عبد العزيز مرزوق والرئيس الفخري للنادي مرزوق الغانم، إضافة إلى 26 لاعبا ووفد إعلامي حاشد. تقرير من أربيل لأحمد العنزي فلنتابع. بعد رحلة استغرقت ساعة ونصف الساعة وعلى متن طائرة خاصة، وصل وفد فريق الكويت إلى إقليم كردستان العراق وسط حفاوة بالغة من المسؤولين في نادي أربيل العراقي. المباراة بالتأكيد صعبة، لن تكون سهلة، رغم أني شخصيا متفائل لأن مرينا بظروف أصعب من هذه الظروف وتمكنوا الشباب من تجاوز هذه العقبات، لكن تي على ارض الواقع خلينا نكون واقعيين، احنا اولا نلعب خارج ارضنا، اربيل على ارضه وبين جمهوره، اربيل ما عنده اي ايقافات، احنا عندنا ايقافات، اربيل ما عنده اصابات، احنا عندنا اصابات، اربيل صار له اسبوعين متوقف، كل امكانيات الاتحاد في خدمته لهذه المباراه النهائيه، احنا لاعبين باخر اسبوع لعبتين منهم مباراه جدا قويه تستنفذ جهد ذهني وبدني اللي هي مع القادسيه. مع كل ذلك يعني إن شاء الله مع قليلا من التوفيق، خبرتي في لاعبينا بأنهم في هذه الظروف الصعبة دائما يكونون رجال ويتفوقون على أنفسهم. كل اللي نحتاجه أن لاعبينا يكونون في مستواهم الطبيعي ويكونون في يومهم، ويبقى بعد ذلك يعني نبذل الأسباب وإن شاء الله بدعوات أهل الكويت أن نعود بهذه الكأس. أولا الحمد لله على السلامة. طبعا أنا أرحب بالإخوان الكويتيين على رأسهم رئيس النادي وأستاذ مرزوق الغانم والأعضاء الإدارية واللاعبين والكادر التدريبي وأيضا الجمهور، جمهور اللي جاي ويا الوفد. أكيد يعني هم مو غريبين على المنطقة، مو غريبين عنا، هم أخواننا وهم الأربيل هم بيتهم ثاني، وأتمنى لهم توفيق، أتمنى لهم إقامة سعيدة في الأربيل. ورغم تأخر الوفد في مطار أربيل الدولي بسبب إجراءات استخراج الفيز، إلا أن الفريق أدى التمرين الأول بروح معنوية عالية على الملعب الفرعي لأربيل، شاركهم به الرئيس الفخري للنادي ورئيس جهاز كرة القدم مرزوق الغانم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا رحب فيكم أحمد وأشكركم على الحضور
يعني الحمد لله احنا يعني عندنا قيادات، عندنا ناصر القحطاني وعلي الكندري، ولليوم اكلمك على سامي الصانع. الباقي ان شاء الله فيهم خير بركة، امورنا زينه ان شاء الله. عندنا بعض الاصابات الخفيفه، عصام، حسين حاكم، فهد عوض، هادي، بس ان شاء الله ما تعيقهم على المباراه. معنويا الحمد لله، يعني طياره خاصه، وجود يعني ابو علي، مجلس الاداره، ابو فهد، خالد فهد، وليد الراشد، الدين بدر العصيم، يعني مع رشيد، كلهم اعضاء مجلس الاداره موجودين اقلبهم، يعني هذا اكبر دعم، بالاضافه للجماهير الوفيه اللي الحقيقه ما نقدر ننكر وجودهم، ايضا الاخوان الاعلاميين محبين للنادي، يعني كلهم يعطونا دفعه معنويه ان شاء الله ان نقدم المستوى الافضل. الحمد لله على السلامه، كل الوفد اللي حضر ويانا، اخوان اللاعبين، الجهاز الفني، الطبي، الاعلاميين، الجمهور، نقول باذن الله اليوم اول تمرين، ان شاء الله نبدأ الجاهزيه اليوم، الاعداد لهذه المباراه التاريخيه لنا احنا كلاعبين نادي الكويت. ضاع منا اللقب الموسم اللي طاف، لكن باذن الواحد الاحد هذا الموسم ما راح نرجع له معنا الذهب باذن الله ان شاء الله. التمرين الذي امتد لمده ساعه كامله قاده الروماني ايوان مارين، شمل على فتره احماء بسيطه ثم تقسيمه على نصف الملعب في غياب عدد من اللاعبين لاصابات طفيفه وغير مقلقه. طبعا احنا كلنا جايين هنا وكلنا امل ان ناخذ ونحقق الانجاز ان شاء الله ونكرر انجاز 2009. انا قاعد اشوف يعني ما شاء الله اللاعبين كلهم متفائلين، وان شاء الله احنا تقريبا جاهزين، يعني اغلب اللاعبين جاهزين ان شاء الله وما في اصابات وحاضرين. عندنا نقص علي الكندري وناصر القحطاني، بس نادي الكويت بما حضر يعني اتوقع ان شاء الله راح نقدر نعوض هالنقص. اسال الله يوفقنا ونرفع اسم الكويت فوق ان شاء الله. هذا وسيؤدي الفريق التدريب الثاني والثالث على ملعب المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل، ويسعى من خلالها العميد لاستعادة اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 3 أعوام. بروح معنوية عالية وفور وصوله إلى أربيل، العميد يجري أول تدريب له قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. من إقليم كردستان العراق، أحمد العنزي، الرأي. وقبل ختام النشرة لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب. أيضا تستطيعون مشاهدة جميع نشرات وبرامج تلفزيون الراي عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. إلى اللقاء.